الصحية والمعدنية. تقييم العملة الأول تعريف إن هو بتدي للعملة درجة، الدرجة دي خاصة بالكواليتي وليس بالثمن، بمعنى إن أنت بتقول درجة العملة كام وحالتها محفوظة بدرجة الجنيه. إيه فايدة ده؟ ده فايدته إنه لما يبقى واحد بيشتري حاجة أو واحد يبيع حاجة يبقى عارف العملة اللي معاه الدرجة بتاعتها قد إيه كحال، وهل هي ملعوب فيها، بمعنى هل هي محسونة، هل هي مكوية، هل هي فيها عيوب غير ظاهرة. فدي الشركة هنا لما بتديك الورقة مخيمة بتشيل الحرج على البايع والمشتري وبتديله درجة تقييم عالمية بحيث ما يبقاش حد ينخدع سواء الشركة او البايع. طبعا الشركه دي احنا فكرنا فيها من 3 سنين ان احنا نعملها في مصر، ودي اول شركه مصريه. معروف ان في شركات في العالم موجوده في امريكا وفي اوروبا، الشركات دي كل الشرق الاوسط والعالم كله مقيم عندهم. احنا قابلتنا مشكله هو ان احنا ازاي نقيم عملتنا لما نيجي نطلعها بره، بيبقى في مشاكل في الجمارك في خروج الحاجه وفي مشاكل في رجوع الحاجه في المطار. فالمشكله دي احنا قضينا عليها ان احنا عملناها لك جوه مصر، ما بقاش في حاجه بتخرج ولا بتخرج. المشكله الثانيه اللي قابلتنا ان هي العمله كانت بتقعد وقت طويل جدا عشان ترجع، يعني ممكن لما تبعت الحاجه وعلى ما ترجع لك يعدي اكثر من شهرين. احنا قضينا على دوت ان في عندنا خدمه ان العمله بتتقيم خلال اسبوع او 20 يوم او 40 يوم حسب درجه استعجالك على استلام العمله بتاعتك. الحاجه الثالثه ان احنا العمله بره بتتقيم بالعمله الصعبه بالدولار، والتقييم هنا بيبقى غالي علينا، يعني ممكن تلاقي احنا هنا التقييم بتاعنا في مصر تقريبا اقل من النص لحاجه بسيطه. كده وفرنا للغالي كذا حاجه وكذا عنصر. ممكن بدل ما واحد يجي يشتري عمله وتطلع مش اصليه، لكن احنا لو حطيناها جوه البلاستيك اللي بيحصل ان انت بتتاكد تماما ان هي اصليه. البلاستيك اللي احنا بنستخدمه ده معالج، ممكن العمله تحفظ فيه عشرات السنين، وده حاجه كويسه جدا تطلق على العمله في الوقت الطويل ده بدون ما يحصل لها اي تغير. كون الشركه دي دكتور احمد المقربي والمهندس طول يوسف والاستاذ هاني جلبي وانا معاهم في المجد حمد مهندس مجد حمد. فريق المؤسسين ده خبره كبيره جدا في مجال الهوايه والهوايات، بقالنا سنين طويله. انا عن نفسي بقالي حوالي 48 سنه في هذا المجال، عملت كتب وموضوعات خاصه بالعمله الورقيه والعمله المعدنيه. وشركات التقييم العالمية اللي بره كلها لما أي عملة بتتباع أو بيقيموها بيكتبوا عليها، لو عملة مصرية بيكتبوا عليها الريفرنس في الكتالوجات بتاعتهم. ودي تعتبر يعني فتحة خير إن شاء الله، بنوفر للهاوي الوقت والمجهود والثمن والمخاطرة، وربنا يوفقنا جميعا. وممكن نخلي المهندس طويل يقول كلمة برضه عن